الجديد من أيام زينة بطعم البيوت، يوم مختلف، يوم من أعظم الأيام، يوم من أجمل الأيام. النهاردة الجمعة، عيد عندنا كلنا، وفي نفس الوقت هو يوم التروية، اليوم اللي بتستعد فيه الأرض لاستقبال الحجيج، وتستعد السماء لاستقبال كل الدعوات. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة طبعا يا هدى، وكل مشاهدينا بألف خير وصحة وسعادة يا رب، وربنا يجعله يوم جميل، ويجعل الأيام اللي جاية كلها أيام أعياد وفرح وسعد وهنا على كل مشاهدينا. النهارده زي ما هدى قالت، النهارده يوم الترويه، فبنسال ربنا سبحانه وتعالى ان هو يروي قلوبنا بالايمان ويملا حياتنا بالسعاده والستر ان شاء الله. كل سنه وحضراتكم طيبين. بكره يوم عرفه والحج عرفه، فبكره اليوم اللي المولى سبحانه وتعالى بيباهي ملائكته باهل الارض اللي بياتوا من مختلف وشتى بقاع الارض عشان يعني نترحم او نطلب من ربنا الرحمات في هذا اليوم. وعلشان بكرة إن شاء الله هو اليوم المشهود، اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى فعلا بيتنزل إلى السماء الدنيا وبيباهي الملائكة بكل عباده. وطبعا ربنا ما حرمناش إحنا كمان من النعمة دي. صحيح في حجاج بيلبوا على عرفات، لكن كمان قلوبنا، ما فيش حد على وجه الأرض قلبه مش مشتاق إن هو يكون على عرفات، قلبه مش مشتاق إن هو يقول لبيك اللهم لبيك. النهاردة في فقراتنا هنتكلم على تطهير النفوس في هذا اليوم، وان شاء الله بكره ازاي نستغل النفحات اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهلنا في العشر الاوائل من ذي الحجه، واللي النهارده بنقول ان هو يوم من الايام الجميله، وبكره الاستعداد ليوم عرفات. نستعد ازاي؟ قلوبنا يبقى فيها تطهير ازاي؟ نفوسنا ازاي ان هي تستعد لاستقبال هذا اليوم علشان في النهايه نخرج بالفوز العظيم هو العتق من النار. قبل ما نبدا في اول ايام العيد ان شاء الله، كل سنه وحضراتكم طيبين، ونقدر نفرش الموائد والسفره الجميلة الكتيرة، لازم نفتكر ان احنا لسه فاضل لنا يومين في العشر من ذي الحجة اللي فيهم الحسنات مضاعفة. لازم نفتكر ان الصدقات مهمة جدا في اليومين دول. قبل ما نبدأ ان احنا ناكل، افتكروا ان في ناس ممكن تكون ما عندهاش القدرة ان هي تعمل سفرة زي السفرة دي. قدامكم يومين تقدروا ان تستغلوهم، وخذ من صدقات، من اموالهم صدقات تطهرهم بها. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ان احنا من اموالنا ممكن ان احنا نتصدق، الصدقة دي بتبقى طهر للانسان. خلينا نقول ان شاء الله ان احنا فاضلنا النهارده وبكره نقدر نعمل ده. صحيح، ربنا يتقبل منا جميعا ان شاء الله كل الطاعات. لما سيدنا ابراهيم عليه السلام قدم دعوته، دعا وقال اجعل افئده من الناس تهوي الي. طبعا الفؤاد هو اللي فعلا بيبقى مشتاق، والفؤاد مش بس قلوب الحجاج على عرفات، لكن قلوبنا كلنا، قلوبنا ما فيش حد موجود على وجه الارض مش موجود على عرفات، ولا موجود النهارده في يوم الترويه في منى ما بيتمناش ان هو يكون مع الحجاج. لكن ربنا سبحانه وتعالى برحمته، لانه الرحمن الرحيم، دلنا كمان فرص احنا كمان اللي مش موجودين على عرفات ان احنا نقدر ان احنا ناخد حسنات كتير، ناخد نفحات كتير، نطلع من هذه الايام بقلوب سليمة، بقلوب منيبة إلى الله، إلى المولى عز وجل، وأيضا نخرج فايزين بالفوز العظيم. وده اللي احنا بنأمله، وده اللي احنا هنتكلم فيه، زي نقدر النهاردة بالفعل ان احنا نخرج من هذه الأيام اللي فاضل عليهم لسه أكتر من يومين. يعني النهاردة التروية، بكرة إن شاء الله عرفات، بعد كده برضو يوم الذبح والأيام التشريق. دي من الأيام الجميلة العظيمة عند ربنا سبحانه وتعالى، فيها حسنات كثيرة جدا، ازاي نقدر ان احنا نغتنمها وده مردوده ايه على نفسيتنا؟ ده اللي هنعرفه من خلال لقائنا معانا ومع حضراتكم الأستاذة زينب منيمة، الواعظة بوزارة الأوقاف، والأستاذة مروة فتحي، أخصائي الصحة النفسية. برحب بحضرتك، كل سنة حضرتك طيبة، برحب بحضرتك، حضرتك طيبة، حضرتك طيبة، ومنورينا يا رب، أيام كلها تبقى أيام خير وسعيد علينا جميعا إن شاء الله. خلينا نقول بس في الأول إن الأستاذة زينب النهاردة يعني عاملة قصيدة جميلة للكعبة، هنبدأ بيها فقرتنا، اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. شمرت الكعبة أستارها فرحا بوافديها وحجاجها، فاكتب لنا يا ربنا زيارتها وتقبيلها. ذهب الحجيج بأجسادهم وذهبنا معهم بقلوبنا وأرواحنا، فيا رب ارزقنا شربة من زمزم تسقى بها أرواحنا، ونسعى بين الصفا والمروة ونشعر بهاجر وأنفاسها، ونقف بعرفات ونتم شعائر حجنا. يا ربنا اكتب لنا زيارتها وتقبيلها، ونرمي الجمار وهلك عدو ربنا، ونزور المدينة ونسلم على رسولنا. فسلام على حجيج ذهبوا وذهبت معهم أرواحنا،
فسلام على حجيج وفدوا ووفدت معهم أرواحنا. فعلا وفدت معهم أرواحنا، دي حقيقة حقيقة بالأفئدة. ما فيش حد قلبه مش مشتاق، والنهاردة كمان أكتر يمكن من الأيام اللي فاتت خلاص، لأن إحساسنا بأن خلاص بدأت الأرض تستعد فعلا لاستقبال الحجاج، وربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله إن شاء الله يتقبلهم ويتقبلنا معهم بإذن الله. عشان كده عايزين بقى نجتهد في اليومين الفاضلين دول. أكيد أكيد. النهاردة ليه في يوم التروية بعد إذن حضرتك، بس فهمينا اسمه ليه يوم التروية وإيه اللي المفروض نعمله فيه؟ التروية ده اليوم الثامن من العشر الأوائل من ذي الحجة، وطبعا هو في الأشهر الحرم. وسمي ليه يوم التروية؟ لأن كان الناس لما بيجوا يروحوا منى ويروحوا عرفات وبيروحوا المزدلفة، الأراضي دي ما فيهاش مية، فكانوا بيملوا المية في حاجة اسمها الرواية، وكانوا بيملوها في حاجة اسمها قرب، يعني رواية وقرب، فأخذت يوم التروية. كانوا بيجمعوا المية في الحاجات دي كده ويودوها هناك، فأخذ يوم. وكان بيرتوي الحجيج، يرتووا بالمياه علشان ايه؟ يقدروا ان هم يكملوا المناسك. ده قول من الاقوال. وقول تاني ان سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام راى مناسك الحج، او اراه جبريل عليه السلام مناسك الحج في هذا اليوم. وحاجه تاني ان هو اصبح في نفس اليوم ده بيتراءى الرؤيا اللي هو ذبح فيها ابنه اسماعيل. فهل هي من الله رؤيا او من الشيطان؟ فالكلام دوت طبعا كله ايه كان بيصب في ايه؟ اسم يوم التروية. فطبعا اصح الاقوال ان هو كان الحجيج بيرتوي بماء زمزم ليستقوى على تكملة ايه؟ مناسك الحج. طيب اكيد طبعا الايام اللي فيها مناسك وفيها روحانيات بتؤثر على النفس. ربنا سبحانه وتعالى في القران الكريم قال الا بذكر الله تطمئن القلوب، ودي الفتره اللي يعني موسم الذكر في حد ذاته. صحيح. هل فعلا ممكن نستغل ده لنفوسنا المتعبه المجهده ان احنا نقدر يعني نخلي نفوسنا افضل شويه؟ هو الجانب الروحاني في علم النفس هو من يشعرنا بالامان، يعني الانسان لما يحب يشعر بالامان يقوي الجانب الروحاني، فبتبقى فرصه حلوه جدا المناسبات اللي فيها روحانيات عاليه ان احنا نجتمع مع افراد اسرتنا، ابتدي اقعد مع اولادي اشرح لهم فضل الايام دي ايه، ممكن نعمل فيها ايه من ادعيه لصلوات. ده كمان بيقوي عندنا ان احنا بنعمل لغه حوار ومناقشه وترابط اسري اللي هو هيدينا بعد كده اتزان نفسي. فطبعا الروحانيات دي جانب اساسي في الصحه النفسيه، وتاثيرها هو اللي بيوصلنا للسلام النفسي، بيوصلنا لشعورنا بالامان. ده جميل جدا، وده اللي كلنا نامل فيه. يعني ربنا سبحانه وتعالى في سوره الفجر لما اقسم قال والفجر وليال عشر هم هذه الليالي، واخر سوره الفجر يا ايتها النفس المطمئنه رجعي الى ربك راضيه مرضيه، يعني نفس مطمئنه وراضيه ومرضيه. فيعني البدايه هتؤدي للنهايه. هل ممكن ان احنا فعلا في الايام المتبقيه دي لكل من كانت نفسه مجهده، لكل من كانت نفسه متعبه، ان هو يتوجه للمولى عز وجل بايه علشان يقدر يوصل للنفس المطمئنه الراضيه المرضيه؟ بايه؟ يعني احنا عندنا ولنفرض ان حد قصر في البدايات، فمن السهل جدا ان هو يحسن الخواتيم. فاذا احسن الخواتيم واحسن العمل واجتهد وشد المئزر زي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يجتهد في كل الاوقات اللي فيها عبادات، كان بيجتهد اكتر من العاده. فطبعا لما احنا نجتهد في الايام الاخيره هنعوض التقصير في الاول. وطبعا ايام يعني يوم من يوم اللي هو التروية ويوم عرفه يعتبر يوم تروية، هو أول يوم من مناسك الحج. هو أيوة سنة، هو مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى منى سنة، ولكنه هو من بدايات الحج. لأن في حج اللي هو الإفراد بيأتي على منى على طول وبينوي الحج، والمتمتع من أول مثلا المتمتع بالعمرة إلى الحج بيتحلل من إحرامه وبيحرم تاني يوم التروية لإيه؟ للحج. فهي أيام جميلة جدا، وكمان الثواب فيها مضاعف مضاعف، وهي فضل الله عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فلما يجتهد العبد في الايام الاخيره هيعوض ايه؟ هيعوض نقص في البدايات، فبالتالي النفس هتطمئن. طب ازاي يستعد بقى الانسان النهارده علشان يعني زي ما نقول احنا بنستعد لبكره، لان ده بكره اليوم الاعظم. بقى يعني انا النهارده اعمل ايه عشان اخلي نفسي تبقى مشحون؟ اشحن البطاريه ازاي؟ يعني انا يعني من تخيلي كده ان يوم الترويه ده هو الباب لدخول عرفه. فانا بستعد. هو الرسول صلى الله عليه وسلم اتى الى يوم عرفه في ايه؟ في ضحى، في ضحى اليوم ده. وصلى الظهر وصلى العصر وصلى المغرب وصلى العشاء وصلى فجر يوم عرفه، وكان بيتهيأ للوقوف في يوم عرفه. فكل حاجه ليها استعداداتها. انا مثلا لما بدخل على الصلاه الفريضه انا بصلي ايه؟ بصلي ركعتين سنه عشان لما ادخل في الفريضه اكون خاشع
اكون مطمئن، اكون انا خلاص دخلت في ايه، في الفريضه بكل جوارحي، بقلبي بعقلي بجوارحي. فهو كده يومنا هو تمهيد لعرفه. جميل. فنستغله، ما نضيعش ولا ثانيه منه في الدعاء، في الذكر، في التهليل، في التحميد، في اماطه الاذى عن اي حد، في عدم التزاحم، في التراحم، في حاجات روحانيه كتيره جدا. طيب نشوفها نفسيا بقى نعمل ازاي. يعني في حاجه قالتها الدكتور، التراحم. لازم اشرح لاولادي صله الرحم وفضلها، ومناسبه زي مناسبه وقفه عرفه وروحانياتها، لازم اولا اخد بالي ان اولادنا يا جماعه بيتعلموا مننا بالتقليد وليس بالنصح والارشاد. يعني لازم ابين لهم ان انا في المناسبات دي زي ما بصلي وزي ما بدعي وزي ما بعمل مناسك روحانيه، من ضمنها ان انا لازم اكلم اهلي، اكلم اصدقائي، اكلم الجيران، ونعيد عليهم ونتبادل الدعوات. ده كده كمان بخلق نفسيا ايه؟ ترابط اسري. ترابط الاسره يا جماعه هو اساس الاتزان النفسي. كده هخلق شخصيات اولا عندها شعور بالانتماء لاسرهم وبالانتماء للمجتمع. ثانيا لو عملنا العكس بقى، ولقوني ايه؟ انا عماله اقول لهم على فضل صله الرحم وفضل التهنئه وفضل وفضل وفضل، بس انا ما بعملش. ازاي؟ طب انا افترض عشان قبل كده قالوا لي احنا بنعمل كل ده بس اولادنا برضو ما بيقلدوناش، انا اشركهم باسلوب غير مباشر. إزاي؟ وانا بتكلم مثلا بكلم عايد على اختي، تعالى خد عايد على خالتك، خد عايد على جدك. مره في مره الانسان بيعتاد السلوك، وهيبقى دي المبادئ اللي انا غرستها في اولادي. فاولادنا يا جماعه بيتعلموا منا بالتقليد، واحنا اللي المفروض نقتحم عالمهم ونشركهم. وفرصه جميله جدا هذه المناسبات وهذه الروحانيات عشان نعلي عندهم الحته الروحانيه، منها كسبت اتزان نفسي، كسبنا ترابط نفسي، تاني حاجه كسبنا ان احنا علمناهم روحانيات حلوه قوي هياخدوا منها ثواب باسلوب غير مباشر. اللي بيخلي الانسان عنده اتزان نفسي، يعني معنى كلمه اتزان نفسي ايه؟ بص حضرتك، الاتزان النفسي اساسه الاسره، ترابط الاسري. اي اسره هتلاقيها عندها تفكك اسري بتطلع اشخاص غير اسوياء، عندهم اضطرابات نفسيه ونواقص في حتت معينه. والعكس، الاسره كل ما كانت متماسكه ومترابطه هتلاقيهم متزنين. يعني ايه متماسكه ومترابطه؟ يعني احنا في وقت الاسره دي بنقعد فيه مع بعض، في وقت بنتناقش فيه مع بعض، في لغه حوار، في مواضيع بنفتحها مع بعض، بندعم بعض، بنشارك بعض. كده بطلع انسان واثق من نفسه، متزن نفسيا، عنده شعور بالانتماء، وبيعرف يندمج اجتماعيا في المجتمع. طب لو العكس، مفيش ترابط وفي تفكك، والاسره كل الام في حته والاب في حته والاولاد كل واحد مع نفسه، بنخلق اشخاص ما بيعرفوش يندمجوا اجتماعيا، وبيحاولوا بيميلوا للوحده والعزله. وعلى فكره السوشيال ميديا ساعدت على ده طبعاً بشكل طبعاً. هستيري. شوف السوشيال ميديا يا جماعه ليها جانب ايجابي وجانب سلبي. انا اللي ادير، انا اللي اعرف ازاي اخد منها الايجابي واعرف ازاي اتغاضى السلبي. بلاش يا جماعه حته ان احنا دلوقتي بنستسهل رساله بالواتس كل سنه وانتم طيبين. لا، مكالمة، تواصل مهم جدا. التواصل ده انا كده بعلم اولادي كمان ازاي يندمجوا في المجتمع. صح، دي حقيقة. وبعدين خصوصا ان احنا كمان بنتكلم ان احنا عايزين نقرب من ربنا وناخد حسنات، بالحسنات مش هتبقى بالرسائل يعني. بالظبط. طيب خلينا نتكلم كمان على الـ يعني ازاي الانسان يعد نفسه لهذا اليوم، ليوم عرفات، وتحديدا لان يعني ناس كتير بتقول ايه، اصل العتق من النار ده خاص بس باهل عرفات، الحجاج بس هم اللي هياخدوا الثواب. خلينا نوضح، هل ده فعلا ولا ربنا سبحانه وتعالى رحمته نازله للكل في هذا اليوم؟ طبعا ربنا سبحانه وتعالى رحمن رحيم، رحمن هو رحمن بعباده، وهو الرحيم. الرحيم هي خاصه بالمؤمنين، يعني ربنا سبحانه وتعالى دي خاصه بالمؤمنين، ورحمن الدنيا، رحمن كل من لاي عقيده. هو ربنا سبحانه وتعالى خلق العباد وهو رحيمهم. فربنا سبحانه وتعالى عمره ما هيخص الحجيج ويسيب اللي قلوبهم متعلقه بيوم عرفه، واللي قلوبهم مشتاقه ليوم عرفه، وقلوبهم مشتاقه للمناسك، وكل ده عمره ما هيسيبه كده. فادانا ان احنا يوم عرفه ده الحاج ما بيصومش، احنا بنصوم. بنصوم بيكفر لنا ذنب عملي سنة قبل وسنة بعد. كرم ربنا، كريم، والكريم إذا أعطى أدهش. بس أنا أعمل إيه بقى؟ أدخل على المناسك دي وأدخل على الروحانيات دي بالتجرد. بمعنى إيه التجرد؟ بإن أنا نيتي تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. نيتي خالصة لابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. أنزع من قلبي أي شيء بيخليني إن أنا أنشغل في ملذات الدنيا، أنشغل في ملهيات الدنيا. وبعدين النفس، يعني هتكلم شوية مع الدكتورة، النفس دي لها يعني عامل كبير جدا. النفس لو أنا اديتها شهواتها وملذاتها وتوسعت عليها في الشهوات، هي ماشية مع
خشوع القلب في حاجه عكسيه، فهما عكس بعض. لو انا وسعت لها في الشهوات وملذات هتضيق على القلب الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى. فانا احاول ان انا ابعد الشهوات وابعد الملذات واجرد قلبي وانقيه لعباده الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى قال لنا في كتابه ايه؟ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فاحنا نعبد الله سبحانه وتعالى ولكن بحق العباده. ما نعبدش باللسان بس، ما يكونش لسان ذاكر وان انا بتكلم بقول بهلل وبحمد وبكبر، بس فين قلبي؟ لازم اشراك القلب مع اللسان مع العقل. في ناس دور بتخاف تقول ان انا ممكن اقعد اعمل ذكر كتير لكن للاسف قلبي لسه ما اتحركش، فبيقوموا مبطلين الذكر، فهل ده صح؟ لا طبعا مش صح. ده لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. اللسان هو رطب بذكر الله سبحانه وتعالى. القلوب عامره الا بذكر الله تطمئن القلوب. فالاطمئنان بتاع القلب نفسه بيجي من ذكر الله سبحانه وتعالى. وهتيجي اللحظه اللي هنخشع فيها او هنشعر فيها، واول ما اخشع واحس بالقشعريره والخشوع في قلبي الزم الدعاء، ما سيبهوش، لان الدعاء ده فتح من الله سبحانه وتعالى. وكذلك تلاوه القران، ما ننساش برضو في الايام دي برضو تلاوه القران جميله جدا. واذا لمست قلبي ايه الزمها، وافضل اقرر ان هو ده الخشوع، هو ده عين الخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى. الحمد لله يا رب، ان شاء الله كلنا نصل لهذه المرحله بالظبط دي كده. فعشان كده عايزه اقول لحضرتك، قلتي ان مهم ان احنا نعلم اولادنا، بس قبل ما نعلم اولادنا عايزين احنا نفسنا نتعلم. بسبب الظروف اللي الناس ممكن تكون عايشه فيها، هتلاقي في ناس كثيره جدا عندها يعني نفوسها تعبانه، نفوسها مجهده، نفوسها حزينه. وبعدين المفروض ان ده يتنافى مع الرضا يعني قضاء الله واقداره. واحنا عايزين بقى في الفتره دي احنا نبقى راضيين بقضاء الله. ازاي بقى نوصل نعمل المعادله؟ بس هوضح حاجه، الرضا حاجه والزعل حاجه. انا راضيه بقضاء الله ولكن انا انسانه فطبيعي اني ازعل. فده عشان بس في ناس بتلوم نفسها قوي انها زعلانه او حزينه او انها عيطت. لا، انت راضيه، مش معنى كده انت مش معترضه. انا مش معترضه على امر الله، ولكن طبيعي انا في موقف صعب، فاللي انا احزن فيه ده شعور انساني طبيعي. ولكن في امور بقى لما تكون الامور دي خارجه عن نطاق سيطرتي وهي من عند الله سبحانه وتعالى، التسليم. حتى في علم النفس اللي احنا نسلم لامر الله، اللي احنا ما نقعدش يعني ما يعني مش من الذكاء خالص ان انا اخلي في ابتلاء معين في حياتي، والابتلاء ده هل هو في قابل للحل او للتغيير؟ لا حاليا. يبقى لنا الامور الروحانيه، لا نلجا للامور الروحانيه واسلم الامر لله، ده هيدينا شعور بالامان. اوكي. تاني حاجه، ان انا اصلا المفروض كروتين يومي اعمل وقت في روحانيات ليا، يعني المواظبه على الحته دي في علم النفس بتدينا هدوء وسلام نفسي، وده حقيقي. الانسان لما بيكون عامل ورد معين وبيزوده كمان في الاوقات اللي هو حاسس فيها بالحزن، ده بيديله شعور بالامان. طب ازاي الانسان يعمل التوازن النفسي اللي حضرتك قلت عليه، اللي هو يكون يعني مع الروحانيات؟ ايه ثاني يتعمل؟ بلاش، بصي بلاش ننساق في مشاعرنا. دايما اقول له إيه؟ لو جاي لك احساس ان انا مش عايز اصلي ومش عايز اعمل الورد من الحزن اللي انا فيه، اعمل عكس رغبتك انت. بس لو قدمت خطوه هتلاقي نفسك بتعمل الخطوه اللي بعد كده. انك تفكر الحزن ده هيفيد بايه، هيغير حاجه. خلي دايما انت اللي تدير عقلك مش عقلك اللي يديرك، لان على فكره اوقات احنا بنقع تحت ان عقلنا هو اللي متحكم فينا من افكار وافراط في التفكير. طب انا مش عايزه اوقف الافكار السلبيه اللي موجوده دلوقتي. هعمل ازاي فعليا؟ مش فعليا انا اول الانسان راكب نفسه، اول ما احس ان الفكره خلاص هتستحوذ عليا وهبتدي للحزن، اقوم فورا اولا اغير الوضعيه اللي انا قاعد فيها. تاني حاجه، اشغل عقلي واشتته بفعل اي شيء اخر. ان شاء الله اقوم لو سيده تقوم تطبخ، تقوم تعمل اي حاجه في الشقه، ده هيلخمها. طب ما فيش حاجه تعملها، تكلم اي صديق اي صديقه ويتكلموا في موضوع بره اللي هي كانت هتتكلم فيه. كده احنا شتتنا العقل. فالانسان لازم يراقب افكاره، او انا عارف نفسي الفكره اشتغلت، هتبتدي بقى الاحزان استرسلها. لا، ستوب للفكره واقوم اعمل اي حاجه اشتت بيها عقلي. جميل. ربنا سبحانه وتعالى قال ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. ناس كثيره بتقول طب احنا على طول بنذكر، لكن لغايه دلوقتي حاسين بالاحساس الضنك ده او احساس الحزن ده. ردك ايه على الكلام ده؟ أول حاجة فعلا الإعراض عن ذكر ربنا سبحانه وتعالى يعني من الأشياء السلبية جدا، والأشياء اللي بتدخل العقوبة طبعا على البني آدم.
فالإنسان اللي هو ما بيذكرش ربنا فعلا له معيشة ضنكة، ولكن اللي بيقولك أنا بذكر ولكن حاسس، طب أنت ليه بتسيء الظن بالله؟ يعني ده نوع من أنواع إساءة الظن بالله؟ طبعا أنا بذكر ربنا وربنا وفقني، عمر ربنا سبحانه وتعالى ما هيوفق عبد العبادة ويخزيه أو إن هو يوفقه للاستغفار ما يغفرلوش. طب هل ده معنى الضنك معناه إن هو يعني الحزن أو الضيق اللي بيحصل للإنسان هو ده الضنك، ولا دي حاجة تانية مختلفة؟ ممكن نقول دي من مداخل الشيطان بيدخل الحزن على الإنسان، ده باب من بابه عشان يبعده عن العبادة، عشان يقول له أنا ديك ذكرته واللي حصل أنت لسه متضايق، بيبعده عن عبادة ربنا. هو باب من أبواب الشيطان، فأنا ما استسلمش للشيطان أبدا، واستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم يخنس. أما بقى إذا كنت أنا مستمر على المعاصي وفي الشهوات ومعرض فعلا عن ذكر الله، فهو فعلا اللي له معيشة ضنكة، لأنه هو أعرض بكليته وبشهوته عن مين؟ عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر الله هو اللي بيورث كل الاطمئنان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهنا أنت ليه بتجنب نفسك الحاجات الجميلة، الأمور الجميلة اللي بتقربك من الله سبحانه وتعالى؟ أنت لو شغلت نفسك مع صحبة صالحة هتذكرك بذكر الله، لو شغلت نفسك بالقرآن هو ذكر الله، لو قمت زودت في النوافل ذكر الله، فاذكروني أذكركم. صح، دي حقيقة. طيب خلينا نقول إن بكرة إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم على يوم عرفة اتكلم على الذكر يمكن أكتر، حتى كمان في الحج يعني ناس مش بتبقى مجتهدة بتجتهد في الصلاة وهم على عرفات، لا بيجتهدوا في الدعاء أكتر. هل إحنا كمان مطالبين بده؟ يعني أكتر من إحنا نزود نوافل صلاة، لا لازم الدعاء أهم والذكر أهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى اللي هو إن من أعرض يعني عن ذكر الله سبحانه وتعالى له معيشة ضنكة، والكلام اللي في القرآن كله اللي هو بيقولك إن اللي بيبعد عن عبادة ربنا وعن الدعاء بتفتح له أبواب إيه؟ أبواب الشر. طيب أنا دلوقتي لو أنا لزمت الدعاء ورسولنا قال إن الدعاء هو العبادة، هو حقيقي العبادة، وفي حديث يعني ضعيف إن هو بيقولك مخ العبادة، ولكن الدعاء هو العبادة، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا في القرآن الكريم إن إحنا ندعو كل دعوني ولا نستكبر ولا نستكبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى، لأن اللي بيستكبر عن عبادة ربنا بيكون له عقاب وخيم. فإحنا دلوقتي انشغلنا بالدعاء وربنا فتح علينا بالدعاء، وهو يوم الدعاء ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يتجلى على عرفات، يعني نزول يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، نزول الرحمات ونزول النفحات ونزول الروحانيات. فلن أنا أسيب الدعاء ما سيبهوش، وإحنا محتاجين إيه غير الدعاء؟ وربنا يستجيب الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإعلم يلي ربنا فتح عليك بالدعاء إن الإجابة مع الدعاء. طب هل الدعاء خاص بالآخرة فقط؟ يعني وفي ناس تقول لا أنا هدعي للآخرة عشان ربنا يزعلش مني ما أطلبش حاجة من الدنيا، وفي ناس تقول لا أنا عايزة عندي طلبات كتيرة في الدنيا عايزة أدعيها، وفي ناس تاني تقول أنا لساني مش عارف يقول الكلام اللي جوه قلبي، طب أعمل إيه؟ طب احنا ليه هنحجر واسع؟ لما ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في الدنيا وفي ملذات في الدنيا مباحة، احنا ليه هنحجمها علينا؟ فاحنا ما نطلب اللي في الدنيا بس بما يرضي الله، ونطلب الآخرة ولكن يكون همنا الأكبر الآخرة. فالدعاء مفتوح، والدعاء أي دعاء يخطر على بالك، مش لازم انك انت دعاء معين تلزمه، مش لازم انك انت تمسك كتاب وتقعد تدعي، لا، الشعور هنا مش هيجي من الكتاب، بما فتح الله لك في قلبك فادعو. ادع بما فتح الله لك ولا تغفل عن الدعاء. خليني ارجع بقى محيك على النفسيه، الدعاء فعلا بيغير في نفسيه الانسان، خصوصا ساعه الاستجابه دي بتبقى ليها كمان معاني ثانيه كبيره جدا. في بعض الناس بتبقى لما دعائها بيتاخر شويه بتبقى متضايقه، ازاي ادرب النفسيه ان هي لا تتحمل ان وتعرف ان لا ده ربنا سبحانه وتعالى لسه ما كتبش الاجابه؟ اولا هو الدعاء طبعا كلنا بندعي بكل حاجه، يعني احنا لو ما اطمعناش ربنا ما يعني هنطمع في مين؟ ولكن هو انا هدعي وانا قاعد على الكنبة أكيد لا، السعي أنا بسعى وبدعي ربنا بس أكون متيقن وكل يقين بالله أن النتيجة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى وأنا راضي بالنتيجة أيا كان. أنا بسعي عشان ربنا أمرني أن أنا أجتهد، والاجتهاد ده لكل يعني كل مجتهد النصيب، فلازم أكون مشبع نفسي نفسيا اللي أنا بسعى للحاجة اللي أنا عايزها وبدعي ربنا سبحانه وتعالى أنه يوفقني فيها، ولكن النتيجة تحصل إمتى وتحصل إزاي دي مش بتاعتي، دي خارج نطاق سيطرتي. هي دي الفكرة برضه اللي بتوصلنا للاتزان النفسي، دايما ما تحاولش تغير اللي خارج نطاق سيطرتك،
انت مالك اللي داخل نطاق سيطرتك. نطاق سيطرتي ايه؟ السعي، الاجتهاد، المحاوله. اما النتيجه دي خارج نطاق سيطرتي، دي بتاعه الله سبحانه وتعالى. فلازم اشبع نفسي بالافكار دي. طب خلينا نقول الشخصيات، تكوين الشخصيات. في شخصيات بتحب الحزن، بتميل للحزن على طول. وفي شخصيات لطيفه تحب تضحك وحتى بتهزر على مشاكلها. طيب ازاي يعني ده بيبقى جينات ولا بتبقى حاجه موروثه ولا ايه؟ لا، اولا هي طريقه التربيه بتفرق جدا. يعني ممكن يكون هو اتربى اساسا داخل اسره نمطهم اكتئابي كده، بيضخموا الامور، عندهم تضخيم للامور، للاحزان. في حاجه الدكتوره قالتها حلوه جدا، الصحبه الصالحه. احنا هنقول هناخدها في علم النفس، الصحبه الصالحه الايجابيه. اللي انا ما اقعدش ويكون حواليا ناس طول الليل والنهار بيكلموني في مشاعر سلبيه او في افكار سلبيه او بيشتكوا او كل حاجه عندهم سلبي، كله سلبي. على فكره هتعيدي فيروس، في حاجه عندنا اسمها اثر العدوى. انت لو قعدتي مع انسان بيتوب كتير هتتوبي. لو قعدتي مع حد ليل نهار بيعيط او بيشتكي، انت نفسك قلبك هيتقبض وهتبتدي تحسي، تصحي من النوم انا مش عارفه مالي، مودي مش حلو. ما انت كل اللي دخل في اللاوعي واتخزن عندك كلام سلبي وافكار سلبيه. بس ممكن يكون الناس اللي دول قريبين منك قوي، فتقدريش تبعدي عنهم؟ ما تبعديش. او في نفس الوقت لو حتى اصدقائك بتقولي طب انا مقصره مع اصحابي، زي ما اسمع لهم. في حدود شخصيه لازم تعمليها. لما يكون هيأثروا بالاثر السلبي ده، فده اذى، وربنا امرنا اساسا ان احنا ما نستسلمش للاذى. ان انا اقف جنبهم، ان انا اسمعهم، ولكن بحدود. في حدود شخصيه، لما الاقي نفسي ان انا بقيت اتاثر بيهم واعي، يعني جميل قوي ان انا اساعد الناس، لكن غير معي نفس. يعني انا اسمعك ويبقى احاول ان انا اقوم معاكي بدور الدعم، ولكن لو انت لقيتك اسلوبك خلاص انت اساسا ماشيه على النمط ده، احاول اعمل حدود بقى شخصيه، لان الكلام ده خلاص. او اعمل توازن ان انا ليا صحبه تانية، لا بسمع كلام ايجابي، بخرج. الروتين بتاعي ما يبقاش رتيب، لان على فكره الرتابه دي بتعمل اكتئاب. هي الرتابه كمان بتعمل اكتئاب عند ما بين الاهل والولاد. طبعا يعني على طول في خلاف ما بين الولاد وما بين اهاليهم، ان هم حاسين الاهالي دول يعني. بصي حضرتك، احنا ممكن بابسط الاشياء نغير روتين يوم. يعني دايما اقول ابسط حاجه، افطري فطار مختلف. بلاش الفطار كل يوم. بتشربي كوبايه الشاي وانت قاعده على المكتب، اشربيها وانت باصه من الشباك. لو انت في البيت ما بتشتغليش، اطلعي اشربيها وانت واقفه في البلكونه، مره وانت قاعده هنا، مره كذا. التغيير ده اساسا بيبعدنا عن النمط الافكار الاكتئابيه والافكار السلبيه، لان احنا بنشتت العقل بحاجات جديده. فدايما ودايما خدي جزء من اليوم ولو نص ساعه لنفسك، تعملي فيها حاجه بتستمتعي بيها. ازاي ده انا ورايا؟ لا، النص ساعه مش هتفرق. اقعدي ان شاء الله كوبايه شاي بالنعناع فعلا في قلب البلكونه، بس فاصله عن كل حاجه اللي انت بتفكري فيها، والهموم بتاعه بكره والولاد والمذاكره، عشان تشحني طاقتك وتقدري تواصلي، لان ده كله هينعاد على الولاد كمان. اكيد طبعا. وعشان كده احنا شايفين ان الستات دايما من كتر التعب والانهاك اللي هم فيه، اكيد بيبقوا مش قادرين يتواصلوا مع اولادهم. الرسول عليه افضل الصلاه والسلام في حجه الوداع حط لنا دستور للحياه. ومن هذا الدستور حاجه بتخصنا احنا كنساء، واحنا سعداء جدا بيها. استوصوا بالنساء خيرا. بالظبط. خلينا نفهم بقى لمن لا يعلم ولمن لا يفهم، يا اولي تدبروا يا اولي الالباب، ايه اللي الرسول وصى بيه الرجال علشان خاطر شقائقهم من النساء؟ هقول رفقا بالقوارير. احنا قوارير. فاي كلمه حلوه جميله هيفهموا يعني ايه قوارير برضه. قاروره هي النساء. والله رفقا بالقوارير. قاروره دي يعني حاجه ممكن تتكسر بسهوله، يعني ضعيفه، حاجه بسكوته يعني. ايوه بالظبط. فكلمه حلوه بتسعدنا والله، بتسعد كل النساء. كلمه حلوه، المعامله الحلوه. ورسول صلى الله عليه وسلم ما نسيناش ابدا، هو طبعا وصى بينا في حجه الوداع، وصى بالنساء. فالمفروض الانسان الفاطن، الانسان الكيس الفاطن، المؤمن الموحد بالله سبحانه وتعالى، المتبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبع ما أمر به الرسول أو ما وصى به الرسول. ليه أبعد عن وصية الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكمان أنا لما أكون حنين على زوجتي، أكون حنينين على النساء، فهي بتنعكس فعلا على الأسرة بالإيجاب. صح. فأنا لما أنا أحس بالشعور ده، أنا حد مهتم بيا، أنا حد مقدرني، أنا حد حبيبني، أنا حد بيشجعني في كل حاجة، حد بيفهمني إيه الصح من الغلط، حد مستوصي بيا خيرا. فبيرجع ده، كل ده بيرجع على أولادي، بيرجع على بيتي، وبالتالي بيرجع على المجتمع، لأن الأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع. فالمجتمع كله متكون من أسر، إذا صلحت الأسرة هيصلح المجتمع وهيرتقي. أكيد طبعا. ومش بس الإنسان، زي ما قلنا إن إحنا بما إننا في أيام مباركة وأيام فيها نفحات كتير، مش مجرد إن إحنا بنصلي وبنصوم وبنتصدق لكن معاملاتنا معاملات سيئة، ده مهم برضه. عايزين نوضح إن دول يومين لازم نعدل في المعاملات. النفس أصلا، النفس مش هتتغير إلا لما إحنا نغير. إن الله لا يغير
يغيروا ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأنا هجيب منين أيام جميلة زي دي عشان أغير أسلوب حياتي، عشان أغير نمط حياتي، لأن أنا لما هغيره في الأيام دي فده عمل صالح، والعمل الصالح مضاعف، وربنا بيفتح لنا بالبركات في الأيام دي. فاغتنمها، اغتنمها أن أنا أبدأ. يعني الحج ده يعني زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق فعاد كأنما ولدته أمه. فأنا أعتبرها صفحة جديدة، بداية حياة، وهي فعلا صفحة جديدة. أعتبرها فاصل، فاصل بين الماضي وفاصل بين الحاضر. طب أنا الحاضر عندي أهو بقى أبيض، هعمل فيه إيه؟ أنا اللي هعبيه بقى، وأنا اللي هملاه، وأنا اللي هحط الحاجات اللي أنا عايزها الجميلة. فأنا بقى أغتنم الفرصة دي، فرصة حقيقية، هي فرصة سنوية. يعني ربنا سبحانه وتعالى كريم، والكريم إذا أعطى أدهش، أعطاها للحجيج وأعطاها للي ما راحش يحج. فإحنا نغتنم الأيام دي في ذكر الله، في التقرب من الله، في تغيير نمط حياتنا. جميل التغيير. ولما بينا بنتكلم على النساء، وحقيقة قلتي مهم ان الست علشان تقدر انها تكمل حياتها لازم فعلا يعني تبص لنفسها ولو نص ساعة في اليوم. ازاي تقدر المرأة اللي هي مكبلة بالكثير من الاعباء وناسية نفسها؟ في كثير من الستات فعلا نسيت نفسها، وفي ستات عندها يعني حب التضحيه لدرجه ان هي بتجلد نفسها بهذه التضحيه. ازاي تغير بقى النظام؟ اولا اصل بصي، في دور الضحيه ده اضطراب، يعني في ناس ده بيوصل معاهم لحاله مرضيه عايزه تتعالج دي. اوكي، ولكن انا عشان تكون امومي موزونه بطريقه سويه الى يعني انسب حل، انا لازم زي ما بقول حاجات بسيطه بس هتدخل عليا السرور. لا، ما انساش نفسي. دايما في سيدات يقول لك الاولويه اصلي لاولادي وللبيت. طيب هو مين اهم حاجه؟ قالت لي الاولاد. طب وبعد كده الزوج؟ بعد كده انا. مين اللي بيعمل كل حاجه لكل ده؟ انا. طب لو انت عيتي ده البيت هيقع، يبقى كده مين الاولويه؟ يبقى تبقى عارفه وتحط في دماغها ان الدعم اللي بتعمله لنفسها ده عشان تقدر تاخد بالها من اولادها وبيتها وتقوم بالاعباء اللي هي عايزه تقوم بيها. لكن لو فضلت تعمل اللي هي تخلص طاقتها كلها، هتيجي في وقت وهتقف. اصل احنا ميزه البطاريه، لو ما اتشحنتش هنقف. فالاحسن ان انا اعمل المعقول عشان يبقى في استمراريه، ولا افضل ادي كتير بس هقف وقت من الاوقات ومش هقدر ادي حد حاجه خالص. فعشان كده تحط، لو حطيت في دماغها الفكره دي، لا انا بعمل دعم اشياء بسيطه لنفسي افرح بيها نفسي عشان اقدر ادي بنفس العطاء اللي انا بدي بيه. تاني حاجه بقى يا جماعه والنبي، يعني اتلككوا للفرحه. يعني احنا بنتلكك للزعل. عارفه نشوف مسلسل نقعد نعيط عياط؟ طب ما نتلكك، لو ندور على المسلسلات اللي فيها عياط بالظبط، ما تيجي نتلكك للفرحه. مناسبه زي اللي احنا فيها دي، ما نتلكك ونتصل بناس، مثلا صديقه بقالي كتير ما كلمتهاش، ما اكلمها ونفتكر حاجه من الماضي ونقعد نضحك مع بعض. ما نفتكر ان احنا لازم نتجمع مثلا خروجه حلوه ونقعد، او نتجمع في اي منزل ونقعد ناكل مع بعض ونفرح. نتلكك للفرحه. يعني المناسبات دي انا بشوفها فرصه بامانه، وبالذات المناسبات الدينيه فرصه من ربنا للتقرب، برضو كصلة أرحام، فرصة للفرحة، فرصة اللي احنا داخلين على العيد، هيئوا نفسه عيده. احنا ما نعرفش العيد. يعني في ناس فعلا وصل المرحلة دي، ده أنا عمالة تشعب يعني تسمع نفسها كلام سلبي، ده أنا مش حاسة بدخلة العيد خالص، مش عارفة، استغفر الله العظيم يا رب فين العيد بتاع زمان. ما انت طول ما انت بتقولي كده انت بتغذي اللاوعي بتاعك بالأفكار دي، فهتطلع على هيئة سلوك. ما احنا أفكار، مشاعر، سلوك. الفكرة اللي بتحطيها وتسمعيها على عقلك هتتحول لمشاعر، هتخرج على هيئة سلوك. لا، قولي لا، العيد بتاع ربنا هو واحد، هو ما اتغيرش، ده أنا اللي متغيرة. لا أنا هفرح. ابتدي خططي مع أولادك تعملوا إيه، هتلعبوا إيه مع بعض، إن شاء الله تلعبوا ألعاب مع بعض، ليه لا، كوتشينة زي زمان. نلغي السوشيال ميديا، الموبايلات مبدئيا كده ما فيش في العيد وفي المناسبات، ما فيش موبايلات يا جماعة. بصراحة يعني إن شاء الله ساعتين في اليوم تعالوا نلعب لعبة، لو في الأجازة ما فيش تعالوا نلعب لعبة، كوتشينة، دومنا، شطرنج، أيا كان. روح المشاركة دي إحنا اللي هنقدر نرجع تاني الروح بتاعت زمان. لكن طول ما أنت بتقولي فين الروح بتاعت زمان، طب خلاص. يعني لازم ادي لنفسي انا الطاقه الايجابيه، بلاش افضل صح زي ما قالت الدكتور، احنا طول الوقت فعلا بنقول الكلام ده. طب احنا بنتكلم برضو على الايام المتبقيه، احنا اتكلمنا ان عرفه من الايام العظيمه، لكن لسه في عندنا يوم الذبح وعندنا ايام التشريق، اهميتهم ايه دينيا وروحانيا للانسان؟ طبعا يوم العيد ده يعني هو اسمه عيد من العود، ان هو بيعود وبيجي على العباد بالخير وبالبركات، والاضحيه دي من الشعائر الجميله جدا الدينيه، وكمان هي من الحاجات اللي بتدخل البهجه طبعا. يعني احنا ندور فعلا على الحاجه الايجابيه والحاجه الجميله دي ونعملها. فتلاقي حتى الاطفال في البيت جمال فرحانين بالاضحيه، وهي شعيره وهي مساب عليها كل من يذبحها، هي سنه في الاول. يعني هي سنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وايه
ضحوا فإنها إيه سنة أبيكم إبراهيم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي وضحى عنه بكبش أملح وضحى عن أمته بكبش أخضر. يعني كريم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نسيش الفقراء بتوع أمته، ما نسيهمش. إحنا كمان في الأيام الجميلة دي ما ننساش الفقراء، إحنا في الأيام برضو الجميلة دي لازم نعمل الروحانيات الحلوة دي، وهي شعائر ديننا. يعني إحنا بنقيم الشعيرة وبنسعد أنفسنا وبنسعد الفقراء، بندخل السرور. يعني من الأعمال الجميلة جدا إدخال السرور وإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس قيام والناس نيام. فالحاجات دي كلها من الجمال اللي إحنا ما نسيبهوش. تاني يوم إحنا نعيش الروحانيات، هما الحجيج ربنا يبارك لهم يا رب ويرجعوا بألف سلامة، وحج مبرور إن شاء الله، إحنا نعيش معاهم الحج، إحنا نعيش معاهم كل الجمال ده حتى يوم رمي بعد العيد. طبعا بيخلص العيد ونعيد على نفسنا ونعيد على أنفسنا ونعيد ونبتهج في العيد، العيد بهجة يعني ربنا بما لا يعني بما يرضي الله، لان في ناس بتبتاج بما لا يرضي الله، بما يرضي الله. ولازم احنا نحافظ على ارضاء الله سبحانه وتعالى، دي من القيم الاسلاميه من النظم الاسلاميه بتاعت ديننا. فاحنا لازم نعيش الحاجات دي بكل ايجابياتها يا رب ان شاء الله. وطبعا يوم رمي الجمار احنا برضو بنعيش ايام التشريق دي ايام اكل وشرب وفرح، فاحنا نعيشها برضو بالفرح ونعيشها بالسرور يا رب ان شاء الله باذن الله. للاسف وقتنا انتهى، كان نفسنا نكمل اكتر بس ان شاء الله فعلا تبقى ايام كلها فرح وسرور. وبشكر حضرتك نورتينا، وكل سنه حضرتك طيبه وكل سنه حضرتك طيبه، ويا رب بالفعل الايام المتبقيه اللي احنا فضلنا نقدر ان احنا نرجم بداخلنا كل ما هو سلبي، نرجم كل ما هو يغضب الله زي ما الحجاج بيرجموا الشيطان، وفعلا نخرج بقلوب فعلا سليمه منيبه الى الله سبحانه وتعالى، ونفوز بالفوز العظيم بكره باذن الله. هو موعدنا جميعا، اوعوا تكسلوا.